أخبار اليوم. أستاذ هاني الرمزي أهلا بيك معنا في أخبار اليوم وألف مبروك على هذه الأتغال. الله يبارك فيك وشرف لي أن أبقى في أخبار اليوم طبعا. هاني طبعا نجاح نقول غير مسبوق وسحبت نسبة كبيرة جدا من المشاهدات من برامج تانية كتير، فكلمنا هل كنت متواصل يعني واثق من النجاح ده أو البرنامج هيلاقي كمية المشاهدات والنجاح ده من الناس؟ بص طبعا النجاح اللي حصل ده توفيق كبير جدا عند ربنا، وفعلا ربنا اكرمنا جامد جدا في البرنامج ده بشكل غير عادي، يعني احنا كناش متخيلين طبعا ولا كنا متوقعين حاجه زي كده خالص، لكن كنا حابين الفكره، حابين التجربه، كنا عايزين نعملها كويس، كنا حريصين انها تتعمل بشكل كويس يعني، لكن طبعا كلنا اجتهدنا بس ربنا كلل ده كله بالنجاح، وده فضل كبير من عند ربنا، وبرضو يعني بسبب تشجيع الناس بقى وبسببكم برضو يعني الحمد لله، يعني انه طالما انه عجبكم وانتوا شهدتوا بده شهادة حق، فده بالنسبة لنا حاجة عظيمة يعني الحمد لله. يعني قلت ان انت مريت بنفس التجربة ديت في البرومو بتاع البرنامج، كلمنا عن وجهة النظر بتقول ان لا دي الحاجات دي ميت فابريكا، انت عاصرت ازاي البرومو والناس اللي كانت معاك في البرنامج؟ والحقيقة في تاريخ كده موجود عند الناس بيقول ان البرامج دي دايما متفبركة، الناس عارفة، الناس فاهمة، الناس مش عارف ايه حاجات، ولذلك بيقعدوا علشان يشوفوا رد فعل المتفرج الضيف عامل ازاي، علشان في الاخر يقولك ده كان عارف ولا ما كانش عارف، يعني مش قاعدين عشان يستمتعوا او قاعدين علشان، لا هم عايزين يعرفوا هل ده كان عارف ولا ما كانش عارف. ببساطة شديدة جدا انا كان لما حد بيسألني السؤال زي ده اقول له طب انت يعني مهما خدت من فلوس ترضى يعني مبدئيا توافق ان يبقى في اسد بره العربيه ويبقى معاك تعبان زي ده جوه العربيه؟ فتلاقي الناس يقول لك لا طبعا، بس خلاص ما حدش هيوافق يطلع لي لو عارف حقيقه المقلب، ما كانش حد هيوافق مهما كان، فاهم قصدي ايه؟ بس احنا بنطلع الضيوف اللي الناس عايزه تعرف هم في لحظات ضعفهم بيبقوا عاملين ازاي. يمكن مثلا الفنان الفلاني دايما بيطلع بأدوار معينة، شرير، قلبه مش عارف عامل ازاي، بيضرب الناس، الاكشن اللي بيعمله، الست الفلانية طالعة ست قادرة وقوية وحاجات زي كده، وفي الاخر لما تشوفهم على طبيعتهم وفي موقف ضعف بتكتشف حقيقة الفنان ده. في ناس كتير جدا بتتصرف بطبيعية شديدة جدا، بتبقى انت عايز تعرف الطبيعية الشديدة بتاعتهم دي بتبقى عاملة ازاي، شكلها ازاي، الحاجات دي كلها. كل اللي اقدر اقوله ان احنا ما نقصدش اي حاجة من البرنامج غير التشويق والتسلية ومعرفة جوانب انت مش شايفها في الضيوف. اصعب ست حلقات انت قلت في فنانين، كان في فنانين كتيره جدا كانوا بالنسبه لنا الحلقات صعبه جدا، زي حلقه الهام شاهين للاسف ما كانش عايز يمشي خالص، وكان خلاص يعني يركز انه هيقف، خوفنا لانه كمان قبليها كنا مصورين حلقه فنان سليمان عيد، الاسد خلع الباب، فتحوا القفل اتكسر لان الاسد مش سهل يعني، فقدر يكسر الحديد وكسر القفل وفتح الباب، وكان سليمان عيد في خطر طبعا، كان لازم المدربين تتدخل بشكل سريع، وشاطوا الاسد في لحظه من اللحظات وما يبانش اي شيء للضيف، المدرب واقف على بعد لا يمكن ومستخبي، في لحظة معينة هيدي أوردر معين، القناص الواقف 4-5 موجودين في كل حتة ما يبانوش للضيف إطلاقا، الكاميرا نفسهم ما تجيبهمش، فالفكرة في أنك أنت الضيف بيحس أنه هو في خطر لكن هو في أمان، يعني لو كان فعلا كان ممكن يتعرض لخطر معين كان لازم يحصل تدخل، شيء طبيعي، احنا بنتعامل مع حيوانات ما بنتعاملش مع بني ادمين، ممكن نفهمهم وممكن نوعيهم وندربهم صح، صحيح دي اسود متدربه لكن اسد الغابه بيتغابه برضه. لا في حلقات كتير سامح حسين، مصطفى قمر نزلوا خوفا من التعبان، نزلوا بسرعه من العربيه، كان ممكن يعني يحصل، وكان ساعتها الاسد مش موجود في الكيج بتاعه في القفص بتاعه، فكانت المساله فعلا فيها خطوره، وتدخلنا بسرعه عشان نسيطر على الاسود ما يروحوا لهمش،
فلا كان في حلقات طبعا مش سهله بس عدت على خير الحمد لله. يعني شرفتنا هني والف الف مبروك على البرنامج. ميرسي جدا ليكم. انا شرف لي ان ابقى في اخبار اليوم وسعيد جدا بالنجاح اللي حصل ده، واتمنى يا رب ان دايما يعني اختياراتي تعجب الناس. اتمنى يا رب يعني ان شاء الله. ميرسي جدا.